بالوصف معناه منع الوارث من الإرث كلية بتاتا. لماذا؟ لصفة اتصف بها هو، لوصف قائم بالوارث. لغات كثيرة لكن المعنى واحد. لوصف قائم بالوارث أو لصفة اتصف بالوارث، فهذه الصفة تمنعه من الميراث ككونه قاتلا أو مرتدا. ككونه إيه؟ قاتلا أو مرتدا. الذي يعيش في الصومالي يفهم هذه الأشياء بسرعة. الذي يعيش في الصومالي يفهم، لأن في إنسان قتل أباه يوميا، يقتل أباه إما قصدا وإما خطأ. لأن هؤلاء الموريانيين كما يروى لنا يأخذ البندقية فيريد أن يأخذ مال الناس بالباطل، فيرى إنسانا يمشي فيضربه من ورائه، إذا سقط وجاء عنده أصبح أبوه خلاص. وهذا قتل أباه، إذا لا يرث من مال أبيه أو من جهة أبيه شيء. وهكذا. أما المرتد الله أكبر، فاسأل به خبيرا. كثير من أبنائي من دير فين في زيرو غراون، بنين وبنات، ماذا عملوا؟ ثقبوا الآذان وعلقوا به الذهب وعلقوا به الصليب الأحمر ودخلوا في الكنائس. أبوهم يصلي معك في الصف الأول. يا شيخ ماذا تعمل في نيروبي؟ أنا لا يهمني شيء، بناتي في إيطاليا يرسلنا للدولار. دينه الحقيقي، إله الحقيقي هو الدولار. ومن الذين ركعوا وسجدوا وراء الدولار وقالوا له بعد فراغهم من صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من شر السومريين في هذه الأسماء. القسم الثاني من أقسام الحجب هو الحجب بالشخصي. هو الحجب إيه؟ بالشخصي، وهو الذي مثلناه، وهو منع الوارث من الإرث كلا أو بعضا لوجود شخص آخر أقرب منه، لوجود شخص آخر أولى منه بالإرث. وذلك كحجب الجد بالأبي، لأن الأب أقرب إلى الميت وهو أولى إذن بالإرث. وكحجب الأخ الشقيقي، وكحجب الأخ لأبي نقصد، وكحجب الأخ لأبي بالأخ الشقيقي. لماذا؟ لأن الأخ الشقيق أقوى قرابة للميت، إذن يحجب صاحب القرابة الضعيفة الذي هو الأخ لأبي. والحجب بالشخص هذا ينقسم إلى قسمين بعد ذلك، حجب حرمان وحجب نقصان. عندكم تباشير؟ طيب نشوف دقيقة. حجب حرمان و اصبر. حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان هو الذي مثلناه، عتبة أب وجد، أيهما يرث؟ والجد. لكن نعطيكم شاهي، لا نعطيه، لأن كلها لا يستحق. بينه وبين المال حجاب، بينه وبين المال حجاب، وهو الأب. أبو الميت موجود مترفع على عرش الخلافة. إذن الجد نقول له go to hell، لا حذر لك هنا. كما مثلنا الأخ الشقيق والأخ الأبن اجتماع، أيهما يرث؟ الجد الأخ الأبن لا حذر له. أم وجدة أو أيهما يرث؟ الجدة نقول لها اخذي الترابة، لا نعطيك التبرع. وهكذا إلى آخر الدنيا. هذا يسمونه حجب حرمان، إنسان محرم من الميراث كلية. حجب النقصان، اكتب حسين نرى هنا. أم أب، الأم كم تأخذ هنا؟ فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه بقية المال من الذي يأخذ. طيب اعمل خط أمامه. أم أب إخوة، الأم كم تأخذ هنا؟ في السورة الأولى كم أخذت؟ وفي السورة الثانية كم أخذت؟ الثلث والسدس، أيهما أكثر؟ هي لماذا تركت المال الكثير وأخذت المال القليل، مع أن قاعدة الإنسان وتحبون المال حبا جما لوجود الإخوة. هؤلاء كلفوها وأجبروها وأرغموها أن تترك النصيب الكثير وتأخذ النصيب القليل. إذن حجب النقصان معناه إنسان يرث بالفعل، لا يحرم من الميراث.
لكن لا يرث نسيبه الأكثر وليأخذ نسيبه الأقل لوجود شخص آخر. الأم في هاتين في الصورة الأولى أخذت الثلث الكثيرة، وفي المسألة الثانية أخذت النسيب القليلة وتركت النسيب الكثيرة لوجود الأخر. اعمل خط أمام هذا زوج، الزوج وحده كم يأخذ؟ طيب اعمل أمامه خط.